سؤال 46 نشوف لانه مطيني هذا الشكل هنا. هذا الشخص دا يسوي اختبار لهذا السيستم. الفكرة الى انه دا يسلط قوة باليد يجر هذا الكيبل او الروب، فلما ينجر هذا الكيبل تنتقل القوة عن طريق هذه البولي الى هذا، يعني كأنما دا يجر نفسه بحيث انه يصعد بهالشكل هذا. فلو اخذ الفري بادي دايجرام للكيبل، فعندي هذه البولي كما هي، هنا عندي تنشن تي تسحب بهالاتجاه هذا، لانه البولي هذه مثبته بهذه النقطه او بهذا الجدار، فالتنشن تي متجه بهالاتجاه هذا. وهنا عندي قوتين لكل منهما توبي. اول شيء القوه اللي سلطها بالذراع او باليد اسميها بي، بما انه هو ماسك يداه الاثنتين فنسميها توبي. اذا القوه هذه توبي، وهذه القوه تنتقل عن طريق البولي فتتضاعف كانه، فهو دا يسحب هذه الراب او الكيبل حتى يصعد نفسه، فالقوه تكون للاعلى هذه بالنسبه للشخص، اما بالنسبه للبولي هذه فالقوه تكون بهالاتجاه هذا، يعني القوه دا تسحب نحو اليمين. فلو اخلي المحاور مائله، هذه اكس وهذه واي، وعندها اخذ سيجما اف اكس يساوي صفر، فعندي التي يكون بالسالب، هذا التي يكون بهالاتجاه سالب، وهنا عندي 2b موجب، وهنا عندي 2b انطي كوساين 18، على اعتبار انه هاي الزاويه معطيني اياها بيتا، والبيتا هي 18 هو قايل اياها بالسؤال، فال2b كوساين 18. من خلال هذه نطلع معادله للt بدلاله b. بعدها نشوف لو اخذ فري بادي دايجرام للشخص، فهنا عندي تنشن تي تسحبه بهالشكل هذا، وهنا عندي قوتين للp اللي هي القوه اللي سلطها عن طريق يدي. بالاضافه الى هذا عندي قوه للوزن، قال لي بانه وزن الشخص 70 كيلوغرام، فال70 في 9.81 طلع لي قوه الدبليو، لكن هذه الدبليو هي قوه عموديه، وانا دا احلل بمحاور مائله، فنشوف الى انه هذا السطح مائل بزاويه ثيتا عن محور اكس، والثيتا هي 15، فهو مائل بزاويه 15 عن محور اكس، فالعمودي عليه مائل بزاويه مقدارها 15. فهذه الدبليو لو اعطيها كوساين 15 تتحلل بهذا المحور، والساين 15 يكون بهذا المحور. اذا راح اخذ سيجما اف اكس وسيجما اف واي على اعتبار ان المحاور مائله. من ناحيه سيجما اف اكس تساوي صفر، عندي الدبليو ساين ثيتا، على اعتبار انه هذا الدبليو اعطيه ساين ثيتا صار سيجما اف اكس. وعندي التي بالاتجاه الثاني سالب تي، هذا التي اعوضه بما يساويه بالبي، فاعوض القوس بما يساويه، صارت عندي معادلة مجهول واحد ألا وهو البي، طلع عندي البي 45.5 اللي هو المطلب الأول. إذا المطلب الأول كان يريد مني القوة اللي سلطها عن طريق يديه. المطلب الثاني يريد مني القوة اللي تسلطها القطعة المائلة هذه عن القطعة اللي هو جالس عليها، يعني القوة اللي سلطها هذه القطعة الحديدية عن هذه القطعة اللي هو جالس عليها، قوة عمودية تكون اللي هي R نسميها على سبيل المثال. فسيجما اف واي يساوي صفر، ار بالموجب على اعتبار انه بهذا الاتجاه، الدبليو كوساين 15 بالسالب للاسفل، والتو بي ساين 18 على اعتبار انه هذه التو بي لو اعطيها كوساين 18 تنطبق على المحور، فاحطيها ساين 18 فراح تكون بهذا المستوى. فصارت عندي معادله بمجهول واحد الا وهو الار، راح يطلع عندي الار 691 نيوتن.